في محاضرتنا اليوم هنتناول دورة التيارات المحيطية وجغرافيا المحيطات. بتغطي المحيطات حوالي 71% من سطح كوكب الأرض، والمحيطات مرتبطة ومتصلة في شكل محيط عالمي واحد. 50% من المحيطات أعماقها بتتعدى 3000 متر. المحيط العالمي جغرافيا بيتكون من المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الجنوبي. فيما يلي ترتيب المحيطات وفقا للمساحة: المحيط الهادي 186 مليون و723 ألف كيلومتر مربع، والمحيط الأطلسي 85 مليون و133 ألف كيلومتر مربع، والمحيط الهندي 70 مليون و560 ألف كيلومتر مربع، والمحيط الجنوبي 21 مليون و960 ألف كيلومتر مربع، والمحيط المتجمد الشمالي أو القطب الشمالي 15 مليون و558 ألف كيلومتر مربع. ما بين محيطات الكوكب الأرض الخمسة، المحيط الهادي هو الأكبر مساحة، وبيضم ما يزيد قليلا عن نصف مساحة كوكب الأرض التي تبلغ 362 مليون كيلو متر مربع. المحيط الهادي كمان بيحتضن أو بيستضيف المياه الأعمق، حيث يبلغ عمق خندق ماريانا ما يقرب من 11000 متر تحت سطح البحر. بيبلغ متوسط عمق المحيطات ككل ما يقرب من 3700 متر. والمحيطات بتضم 97% من مياه كوكب الأرض. بالتأكيد جزء منها مغطى بالجليد في المحيط الجنوبي والمحيط الشمالي على الأقل خلال فترات معينة من العام. سنة 1992 تعرضت سفينة شحن محملة بلعب الأطفال لعاصفة أدت إلى غرق الحاويات المحملة بها، وجرفت الأمواج حوالي 28 ألف لعبة مطاطية إلى شمال المحيط الهادي ولم تبقى مع بعضها. حصل العكس تماما، انتشرت الألعاب حول العالم، فتم استخدام مسارها لرسم تخطيط أفضل حول الطائرات المحيطية. الطائرات المحيطية ناتجة عن عدة عوامل كالرياح والمد والجزر واختلاف كثافة المياه وكذلك دوران الأرض. تضاريس قاع المحيط والسواحل تغير حركة التيارات، مسببة بذلك إسراعها أو إبطائها أو حتى تغيير اتجاه. تنقسم التيارات المحيطية إلى قسمين: التيارات السطحية والتيارات العميقة. تتحكم التيارات السطحية بحركة حوالي 10% من القسم العلوي لمياه المحيطات، فيما تحرك التيارات العميقة 90% المتبقية. على الرغم من أن لكل تيار مسببات تحكمه، إلا أن التيارات السطحية والعميقة يؤثران على بعضهما البعض، مما يجعل المحيطات دائما في حالة حركة. بالقرب من الشاطئ تتحرك التيارات السطحية بواسطة الرياح والمد والجزر والتي نراها في هيئة تحرك المياه ذهابا وإيابا، ليرتفع بذلك مستوى المياه أو ينخفض. وفي الوقت نفسه في المحيطات تعتبر الرياح المحرك الرئيسي للتيارات السطحية، إذ أن هبوب الرياح فوق المحيطات بيحرك المياه في الطبقات العليا من السطح، وبدورها تحرك هذه المياه الطبقات التي تليها أو التي تحتها. في الواقع المياه حتى عمق 400 متر بتتأثر بحركة الرياح على سطح المحيط. لو أمعنا النظر للتيارات السطحية، هنجد أنها بتشكل حلقات كبيرة تسمى دوامات، تتحرك باتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي وبعكس عقارب الساعة في نصفها الجنوبي، ويرجع السبب إلى دوران الأرض واللي بيأثر في أنماط الرياح التي تنشئ هذه التيارات. لو أن الأرض لا تدور، كان الهواء والمياه سيتحركان ببساطة ذهابا وإيابا بين منطقة الضغط المنخفض عند خط الاستواء ومنطقة الضغط المرتفع في القطبين. لكن بسبب دوران الأرض، فالهواء المتحرك من خط الاستواء باتجاه القطب الشمالي بيتجه شرقا، والهواء المتجه عكسه بيتجه غربا. نفس الشيء يحدث بشكل عكسي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. لذلك تشكل أغلب التيارات الهوائية أشكالا دائرية فوق المحيط، أو ما يعرف بتأثير كوروليوس. تدفع الرياح المحيطات أسفلها إلى نفس الدوامة الدوارة، ولأن المياه بتسخن بشكل أسرع من الهواء، فتساعد هذه التيارات في إعادة توزيع الحرارة حول الأرض. وبخلاف التيارات السطحية، فإن التيارات العميقة
بتتشكل بتغير كثافة المياه، وبما ان المياه تتجه نحو القطب الشمالي فانها تصبح اكثر برودة واكثر ملوحة، لان بلورات الجليد بتحتجز الماء وبيتبقى الملح. هذا الماء البارد شديد الملوحة، ماء عالي الكثافة، لذا يهبط للاسفل لتحل مكانه مياه السطح الدافئة ليعطيه معا تيارا عموديا يعرف باسم الدورة الحرارية الملحية. الدورة الحرارية الملحية للمياه العميقة وحركة التيارات السطحية التي تسببها الرياح تجتمعان معا لتشكل حلقة واحدة تعرف باسم حزام النقل العالمي. مع انتقال المياه من عمق المحيط إلى السطح فإنها تحمل معها موادا تتغذى عليها الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل الأساس للعديد من السلاسل الغذائية في المحيط. دور التيارات المحيط هي الحركة الكبيرة للمياه داخل أحواض المحيطات، وبتتأثر بالشمس والرياح ودوران الأرض والمد والجزر وتباين كثافات المياه. صورة طبقات الأمواج التي تعلو أحداها الأخرى على سطح البحر والمعروفة لدى البحارة والصيادين بتخفي تحتها التيارات الداخلية الموجودة في أعماق البحار والمحيطات، واللي بتتولد على امتداد السطح الفاصل بين طبقتي المياه المختلفة من حيث الكثافة والحرارة والملوحة. بينما بتمتص اليابسة والغلاف الجوي جزء من حرارة الشمس، فالمحيطات بتمتص غالبية الحرارة من الشمس، وبتعمل طاقة الشمس على تمدد المياه، وهذا ما يتسبب في تبخرها المتكرر وزيادة الرطوبة ودرجة الحرارة، فيؤثر بدوره على الهواء القريب ويتسبب في الأمطار والعواصف. تسبب الرياح تيارات سطحية تحرك المياه الفاترة من المناطق الاستوائية باتجاه قطبي الأرض زي ما اتكلمنا في أول المحاضرة، وده ما يعرف بطبقة إيكمان. بتنتج من هذه التيارات أنماطا دائرية هائلة تعرف بالدوامات، وفي الشتاء بتبرد المياه أكثر عند القطبين وبتهبط باتجاه الأعماق، فترتفع المياه الدافئة إلى السطح وبتتحرك مرة أخرى إلى المناطق الاستوائية لتبدأ الدورة من جديد. ببساطة الدورة هنا عبارة عن ارتفاع مياه القاع إلى السطح وهبوط مياه السطح إلى القاع، وده بيؤثر في الصفات الكيميائية والحيوية والفيزيائية للمحيطات وبالطبع المناخ بشكل عام. خلونا نتكلم أكتر عن التيارات. خلونا نبدأ بالتيارات الاستوائية واللي بتتحرك بفعل الرياح التجارية من الشرق إلى الغرب زي ما احنا شايفين في الصورة، والتيارات المضادة الاستوائية واللي بتحدث في المنطقة الواقعة بين التيارات الاستوائية الشمالية والجنوبية واللي بتتميز بالرياح الخفيفة أو الركود في بعض الأحيان زي الصورة أمامنا، وتيارات الرياح الغربية الناتجة عن انجراف الرياح في نصف الكرة الجنوبي والمعروفة باسم تيارات القطب الجنوبي المحيطي واللي بتتدفق باتجاه الشرق من الدوامات شبه الاستوائية. ده غير تيارات الرياح الشرقية أو الجيوسكوبات شبه القطبية أو التدوير شبه القطبي عند خطوط العرض فوق 60 درجة تقريبا، واللي بتكون الرياح السائدة اللي بتتنقل من الشرق باتجاه الغرب، وبتساعد هذه الرياح في إنشاء انجراف الرياح الشرقية على طول ساحل القارة القطبية الجنوبية، وبتشكل في العديد من الأحيان الدوامات شبه القطبية. والتيارات الحدودية الشرقية أو تيارات المياه الباردة على الجانب الشرقي من أحواض المحيطات على طول السواحل الغربية للقارات، واللي بتنقل المياه الباردة من خطوط العرض العليا نحو المناطق الاستوائية، وبتتميز تلك التيارات الحدودية الشرقية بارتفاع المياه وحركة المياه الكثيفة والباردة والغنية بالمغذيات إلى سطح المحيط زي ما أوضحنا في المحاضرة.
التيارات الحدودية الغربية على الجانب الشرقي من القارات أو الجانب الغربي من أحواض المحيطات، وبتحرك التيارات الحدودية الغربية الدوامات شبه الاستوائية والمياه الاستوائية الدافئة نحو القطبين، وبيميل الهواء فوق هذه التيارات إلى أن يكون دافئا ورطبا وفي كثير من الأحيان غير مستقر. التيارات شبه الاستوائية أو الجيروسكوبات شبه الاستوائية هي تيارات ذات ضغط عالي، عادة بين خطي عرض 20 و 30 درجة، وبتؤثر على التيارات المحيطية، ده غير تكوين دوامات شبه استوائية. الدوامات دي عبارة عن دورات محيطية مضادة للدوامات اللي بتساعد على نقل المياه السطحية الأكثر دفئا من المناطق المدارية نحو خطوط العرض الأعلى. طيب إزاي بنقيس التيارات المحيطية أو كيف تقاس تيارات المحيطات ودوراتها؟ إحنا عندنا 3 طرق أساسية للقياس. الطريقة الأولى هي استخدام الأقمار الصناعية وفقا لقياسات ليغرانج اللي سميت تيمنا بعالم الرياضيات والفلك الإيطالي جوزيف لويس ليغرانج، والطريقة الثانية باستخدام قياسات أويلر واللي سميت أيضا تيمنا بعالم الرياضيات السويسري ليونهارت أويلر، واللي بتعتمد على وضع جهاز في مكان ثابت وحساب سرعة التيار المار به أو عبره. الطريقة الثالثة هي طريقة القياسات المتعددة من الموقع واللي بتمكننا من قياس سرعة التيارات واتجاهاتها في فترات زمنية قصيرة. وهنا بتكون نهاية محاضرتنا، وفي انتظار أسئلتكم.